بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. تمجيد الاب شنود رئيس المتوحدين، التمجيد والتقديس لمن طبعه الجود الذي اختاره القديس العظيم الاب شنود. نشا هذا القديس بقريه من حميم، ويسوع الرب التقديس البسه اسكيم، اختاره منذ صباه ودعته امهم اله شنود. ما احلى تفسيره ابن الله وولد والده المبارك، فكر وبدأ يقول نذهب نتبارك من الأنبا بيجور. أنبا بيجور خاله نتنبأ بالإعلان ونطق بأفضاله، إن أب للرهبان. السلام للأنبا شنودة رئيس المتوحدين، السلام للأنبا شنودة قاهر الشياطين، السلام للغيور الذي حضر المجمع بكت مسطور عسى إن يرجع، السلام لموسى الجديد وضع الناموس بك يليق التمجيد الرب القدوس، السلام للأنبا شنودة المحامي عن الإيمان، السلام للأنبا شنودة معلم الرهبان، السلام لمن تملى بكنيسة الأبكار المسيح له تجلى وكشف له الأسرار، السلام للمبرور الملتهب بالنور منه يفوح بخور نعمة وبهجة وسرور، السلام للملتحي والفضاء المسيحية ونوره يتلألأ ينير في البرية، أشفع في الحاضرين ويا سراج الرهبان اجعلهم ثابتين في نعمة الإيمان، طوباك ثم طوباك يا مرشد النفوس، الملائكة ترتل لك أكسيوس أكسيوس تفسير اسمك في أقوال كل المؤمنين، الكل يقول يا إله أنبا شنودة عنا أجمعين.